معلش لوك كتير وكلام يوصلي وتعمل اخويا قالي يعني في داري وانت لهوي يا لهوي عليك طب اقول تفاصيل معلش كان تيجي تشكيلي وتيجي تحكيلي كلام على دودة وهم بيجوا يحكولي انك بتقول ده علي غباوتة خلص موضوعك بوخ افتكر انا مين لأ فوا انا اللي مديك ختم الجودة بس هتكون كلكو على دوة تخش هتجيبك نص بنص انا نص كاريرك قلت علشاني ما اسمعش كلامي طب هاتلي اطبق واغرفلك فيها يا عيال ملطوطة ملهاش تقدير مبلاش لوك كتير وكلام يوصلي وتعمل اخويا قالي يعني في داري وانت لهوي يا لهوي عليك طب اقول تفاصيل معبلاش 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 قالك ده صديق عمري وده حبيب قلبي وده مفيش منه اتنين يا برنس جاش غير بعد ما قمت على رجلي وقام قايل لي عامل ايه يا برنس ايوه ايوه كنت فين يا برنس ايوه ايوه بوشين يا برنس عملت اخ وطلعت بخ ما فيكمش بلفه وبلاش تعرفني وبلاش تحسدني وبلاش تتعشم في نسياني ولا في طبتي وبلاش تعمل لي يلا نص سنتي هلا ربع ملي يا الملتو طبلاش تقدير عليكم فيا لوك كتير وكلام يوصلي وتعمل اخويا قال يعني في دور